للحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن أوضاع النازحين في مخيمات النزوح، ولا سيما في مخيم أبزيبز، معنا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني. مرحبا بكم دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم وحي مشاهديكم الكرام، وتقبل الله الصيام والطاعات. عليكم السلام ورحمة الله، أمين. دكتورة فاطمة، إذن 10 سنوات عجاف مرت على النازحين في مخيمات النزوح في وسط ظروف صعبة كما يعلم الجميع، على الرغم من محاولات تصوير الحكومة هذه الأوضاع على غير ما يقوله هؤلاء النازحون ويشهدون على ذلك. ما حقيقة أوضاع النازحين بحسب رصدكم دكتورة فاطمة للأوضاع في مخيمات النازحين عموما؟ نعم، يعني أوضاع النازحين ومخيمات النزوح لا تزال على حالها، لا يوجد هناك أي تقدم أو أي تطور أو أي تحسن لأحوالهم، لا زالوا يعانون من النقص في المساعدات، إلا ما يجود به المحسنون والبعض المنظمات التي تقوم بإيصال المساعدات والعينية سواء أو المادية. لا يوجد هناك اهتمام حكومي بملف النازحين أو تقديم أي معونات تساعدهم. لا يزال هناك النقص الكبير في الوصول إلى الخدمات الأساسية من تعليم وصحة. تضييق لا يزال مستمر، وفرصة الحصول على عمل هي من أصعب الأمور التي يعيشها النازحون، إضافة إلى التضييق الأمني الذي يعاني منه النازحون والتدقيق أينما الخروج أو العودة إلى مخيمات النزوح. كل هذه الأمور لا زالت على حالها ولا يوجد أي تقدم. منازلهم و مناطقهم الأصلية لا زالت أيضا تعاني من الدمار، فلا يوجد هناك في الحقيقة يعني أي تطور إيجابي في أحوال النازحين. لكن دكتورة فاطمة، كيف تصفين حديث وزيرة الهجرة والمهجرين؟ في أكثر من مرة تؤكد عدم وجود أي مخصصات مالية لمخيمات النازحين، تحاول يعني أن تلقي عن نفسها اللوم والمسؤولية. هل يعفي ذلك هذه المسؤولية بصفتها وزيرة، وليعفي الحكومة أصلا تلك المسؤولية عن إنقاذ عشرات الآلاف من هذه الأسر من الهلاك، ولا سيما عن مخيم زابز؟ وهذا هو السؤال، لماذا لا توجد هناك مساعدات للنازحين؟ لماذا لا يوجد هناك مخصصات من الميزانية المليارية التي كما نعرف جيدا تذهب في جيوب الفاسدين؟ لماذا لا يتم تخصيص مبالغ يعني تحفظ لهؤلاء الناس كرامتهم، وخاصة وأن أعدادهم ليست بالأعداد القليلة؟ إذا من واجب الحكومة أولا ومن واجب وزارة الهجرة والمهجرين، أين هي وزارة الهجرة والمهجرين إذا كانت لا تستطيع حتى الحصول أو المطالبة بتخصيصات؟ هل هذا مقصود عفوا دكتورة فاطمة، هل هذا مقصود على طول هذه الحكومات عدم تخصيص هذه الأموال، وما الهدف منه؟ وهذا هو بالتأكيد النتيجة التي سوف نصل إليها، أن هناك تقصد واضح، وإلا إذا كانت هناك لنفرض أن هناك عجز في الميزانية وأن هناك يعني أوضاع في يعيشها العراق لعدد بضعة سنين كما يدعون عدم وجود يعني أمن والمخصصات تذهب جميعا على القوات الأمنية. الآن العراق يعيش منذ فترة طويلة في حالة استقرار أمني، إذا لماذا لم يتم يعني تخصيص مبالغ تحفظ لهؤلاء كرامتهم؟ إذا كانت هي منذ البداية المسألة مقصودة من تهجيرهم من منازلهم قسريا، وبالتالي تركهم في هذه المناطق من أجل إحداث يعني وتنفيذ أغراض تسعى عليها هذه الحكومة ومن سبقتها من الحكومات. كيف تصفين أيضا السجالات في هذه القضية؟ هناك اتهامات لوزارة الهجرة والمهجرين بأن أكثر الوزارات فسادا، اتهامات حكومية وبرلمانية لهذه الوزارة. الحكومة بمجملها ومعروف هذا وعلى مستوى العالم أنها حكومة فاسدة بكافة مفاصلها، فوزارة الهجرة والمهجرين هي جزء من هذه الحكومة، وبالتالي هي أيضا يفعلها الفساد. مع الأسف الشديد يعني أصبحت حالة الفساد هي سمة البارزة لهذه الحكومة من سبقتها من الحكومات منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، خاصة وأنه
جميع من تقلدوا المناصب في هذه الوزارة، سواء وزارة الهجرة والمهجرين أو غيرها من الوزارات في هذه الحكومة من سبقتها، جميعهم يعني قائم على أساس المحاصصة الطائفية، على أساس استغلال هذه المناصب من أجل منافع شخصية، أو استغلال هذه المناصب من أجل تنفيذ أجندات أجنبية. أما مصلحة الشعب العراقي فهي آخر شيء يفكر فيه هؤلاء الذين يتسلطون على رقاب الشعب العراقي من أحزاب أو ميليشيات أو غيرها من المسؤولين الموجودين في السلطات الحالية وغيرها وقبلها. المشكلة في هذه القضية دكتور، على الرغم من مرور هذه السنوات لا تجد حلا، ولكن تتشعب السجالات والمناكفات. يعني مثلا مناطق كردستان العراق كما تعلمون تضيف قرابة 1 مليون لاجئ ونازح، ولكن يشتكي مسؤولو هذه المناطق من تضييق حكومة بغداد على المخصصات المالية. كيف تفسرين هذه المحاولة من التهرب من المسؤولية بجهات كثيرة، هناك سجالات مختلفة فيما بينها؟ في الحقيقة يعني هي ليست فقط مجرد تهرب من المسؤولية، بل أيضا تعمد للإضرار بهذه الفئة. يعني تعرف جيدا الحكومة المركزية أن ما تعطيه من مخصصات لحكومة إقليم كردستان ستذهب قسم منها إلى النازحين، فبالتالي هي هناك أصلا هناك يعني كما تفضلت سجالات سياسية، وأيضا هناك يعني محاولات من المركز للسيطرة على الإقليم ومحاولة من الإقليم للاستفراد بنفسه، وكل هذه في النهاية النتيجة هي أضرار بمصلحة المواطن العراقي سواء كان نازح أو غير نازح. العراق مع الأسف الشديد يعني ضائع بين سجالات هؤلاء ما يدعون أنهم سياسيون، وهم فقط مجرد عصابات تسلطت على رقاب الشعب العراقي. وكما يقولون العراقيون، إذا اختلفوا قتلونا، وإذا اتفقوا سرقونا، وهذا مع الأسف الشديد واقع الحال في العراق. نعم، إذن دكتورة فاطمة العاني من لندن، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لك دكتورة.